عشان اسبورت البليد بتاعتي خلاص. دي ما بنستخدمهاش فور سكيلينج، دي بنستخدمها بس مينلي فور شورتنينج اوف ذا انسترومنتس عشان ابقى عارف اتحكم في البليد بتاعتي. اوكي طيب، المفروض ان انا عندي بعد كده البين جراسب. البين جراسب اللي هو ايه؟ زي مسكه القلم بالظبط، بمسك الهاندل بتاعتي بالتو فينجرز دول، والشنك بتاعي بيبقى ايه؟ ريستنج على الميدل فينجر خلاص. طيب البين جراسب دي مشكلتها ان انا اولا لما باجي اعمل سكيلينج المفروض ان انا باابلاي بريشر على التوث بتاعتي عشان اقدر اشيل الكالكولس بتاعي، تمام؟ وبعدين الكالكولس ريموفال بياخد وقت، ما هوش دقيقتين وهمشي العيان، تمام؟ فهتلاقي الحته اللي هنا دي البون بتاع الفينجر نفسه بدا يوجعك، ما بقتش قادر تتحكم في الانسترومنت بتاعتك. اوكي احنا مش بنستخدم البين جراسب، احنا اللي بنستخدمها حاجه اسمها موديفايد بين جراسب. بمعنى ايه؟ نفس الصباعين اللي ماسكين الهاندل بتاعي، بس المره دي بدل ما الشنك هتبقى ريستنج على السايد اوف ذا فينجر هتبقى ريستنج على الباد اوف ذا فينجر، ماشي هنا كده تمام. اوكي طيب دي كده هتبقى احسن لي طبعا كتير، لو انا هابلاي بريشر على التوث مش هتوجعني زي الثانيه، تمام؟ ولو انا قعدت شويه مع البيشنت برده مفيش منها مشكله، بلس ان انا لو جيت اعمل روتيشن الانسترومنت بتاعتي سواء يمين او شمال هتبقى فيري ايزي بالنسبه لي خلاص. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجراس بتاع الانسترومنت، قلنا الستروكس من شويه. اوكي عندنا بعد كده المفروض اول حاجه بعملها ان انا ببوزيشن البيشنت في البوزيشن اللي انا المفروض هشتغل فيه، زي ما قلنا بيبقى نيرلي سوباين خلاص، وبعدين هظبط اللايت بتاعي تمام. المفروض يلا شغل اللايت فلاش مش مهم فلاش اشتغل انا نفسي. الفكره كلها يا جماعه ان انا لازم يبقى عندي كومبليت اليومينيشن في الاريا اللي انا هشتغل فيها عشان ابقى شايف كويس انا بعمل ايه. شغل الفلاش عندك كمان. طيب اللايت المفروض ان انا لو انا هشتغل على الابر تيث هتلاقوه، معلش انا يعني عايز بس اوريكم، بصوا المفروض ان انا بيبقى نيرلي هوريزونتال، يعني جاي بزاويه صغيره على التيث علشان يعمل لي لايتنج على البابل سيرفيس والبالاتال سيرفيس ات ذا سيم تايم. طب لو انا هشتغل على اللور تيث لا انا هعمله كده، جيبه تقريبا 90 ديجريز على الانسايزال ايدج خلاص عشان يعمل لي اليمينيشن البابل واللينجوال سيرفيسز بتاعه اللور انتيريورز خلاص. طيب كده اتكلمنا عن اللايت، المفروض هنبتدي بقى ايه نعمل السكيلينج بتاعنا. طيب قبل ما نعمل سكيلينج المفروض احنا اتكلمنا عن الجراسب من شويه. طيب انا المفروض لما اجي اعمل سكيلينج انا مش بعمل سكيلينج في الهواء، لازم ابقى مثبت ايدي كويس تمام علشان ما يحصلش سليبج للانسترومنت من ايديا، ولا انا اتعور ولا عيني يتعور. اوكي وبرده الفورس اللي انا هعملها بتبقى محسوبه انا قادر احس بيها خلاص. طيب الريست اللي المفروض انا بستخدمها، انا كل الفكره كلها ان انا بستخدم صباعي ده الرينج فينجر ماشي، يعني احنا بنستخدم الثلاثه التانيين في الانسترومنت الماسكه بتاعه الانسترومنت. اوكي عندي ريست بتبقى انترا اورال وريست اكسترا اورال. اوكي الانترا اورال ريست المفروض ان انا عندي منها 3 تايبس خلاص، كونفنشنال وكروس ارش واوبوزيت ارش تمام. طيب الكونفنشنال عباره عن ايه؟ انا برست الفينجر بتاعي الرينج فينجر ده على النيبرينج تيث اللي انا هشتغلها خلاص. افتح كده يعني سي مثلا لو انا هشتغل على اللينجوال سيرفيس هنا. اوكي انا اهو شغال دي مثلا اللاترال، صباعي رستنج على اللاترال الناحيه دي على الانسايز الادج بتاعه خلاص عشان ايدي ما تتزحلقش خلاص. طيب لو انا هشتغل زي مثلا اللينجوال سيرفيس بتاع اللور 7 في الليفت اريا ماشي، المفروض ان انا هفتح كده. لو افترضت ان انا هشتغل في الاريا دي انا بصوا الرينج فينجر ريستنج هنا الناحيه دي خلاص، انا شغال هنا والرينج فينجر ريستنج على الاوبوزيت كوادرنت ماشي، ده الريست بتاع الاوبوزيت ارش الكروس ارش سوري. طيب لو انا هشتغل في الابر هعمل ممكن اخد ريست من اللور ازاي؟ انا شغال زي كده اهو، انا الدي اهي كده ريستنج على الانسايز الادج بتاعت اللور خلاص. طيب الاكسترا اورال، الاكسترا اورال في منها حاجتين، حاجه اسمها بالم اب وحاجه اسمها بالم داون ماشي. البالم اب ازاي؟ ان انا بيبقى الباك اوف ذا فينجرز هي اللي ريستنج على الشن بتاع البيشنت. اوكي البالم داون بيبقى
ايدي من جوه هي اللي ريستنج على التشين اوف ذا بيشنت من بره. ازاي؟ لو انا جيت اشتغل مثلا هنا كده اوكي، انا بصوا شايفين انا واخده ريست ازاي، ايدي تحت، ايدي من هنا ريستنج على التشين بتاعه اهو كده تمام اوكي. طيب هنا اهي البون بتاعي من بره خلاص. يبقى دي types of rests اللي موجودة عندنا سواء extra oral أو intra oral، انت بتختار اللي انسب ليك واللي يريحك اكتر تمام، واللي يبقى more accessible بالنسبة لك ان انت تجيب بيه surfaces بتاعته اوكي. طيب احنا كده خلصنا rests، خلصنا grasp of the instrument، فاضل عندنا ايه؟ the scaling positions تمام. طيب لما اجي اشتغل في anterior area المفروض ان انا بقسم التوث لجزئين اوكي. افتح كده بقسمها لتو تو بارتس لونجيتيودونال، عندي جزء ميزيل وجزء ديستال خلاص. المفروض ان انا البوزيشن بتاعي انا كدنت معاكم من اول 7 o'clock لحد 9 o'clock تمام، من 7 ل 9 بشتغل بيهم بالانتيريورز. انهو بقى انهو بارت اوف ذا انتيريورز كده، الجزء ده الديستال بتاع الرايت والميزيل بتاع اللفت خلاص، بقل ولينجوال تمام. وبعدين معانا من 11 ل 12 بشتغل بيهم the other two surfaces اللي هما ايه، الميزيل بتاع الرايت والديستال بتاع اللفت خلاص. حد متلخبط فيهم؟ بص هقول لكم حاجه، هنقسم السنه نصين، النص اللي هيبقى ناحيتي انا وانا واقف جنب البيشنت ده اللي انا هشتغله من 7 to 9 خلاص. النص اللي هيبقى away وانا واقف جنب البيشنت ده هشتغله من وراه اللي هو من 11 ل 12 اوكي. طيب كده اسم ماشي. طيب في حد هنا بيستخدم ايده الشمال left handed، ولو left handed المفروض هنعكس بقى الحاجات دي اوكي. طيب احنا كده المفروض ان احنا خلصنا السكيلينج بتاع البوكل واللينجوال سيرفيسز بتاعه اللور انتيريورز اوكي. احنا قلنا المفروض ان البوزيشن بتاعي بيبقى نيرلي سوباين تمام. طيب الابر نفسه زي اللور اوكي، هنقسمه برده اتنين، النص اللي ناحيتي هو اللي هشتغله من 7 to 9 وبعدين الجزء اللي بعيد عني هنشتغله من 11 ل 12 اوكي. طيب فاضل بس الباليتال سيرفيس. الباليتال سيرفيس بجيبه بطريقتين، يا دايركت ان دايركت. دايركت ازاي؟ ان انا بنيم بقى البيشنت خالص عشان يبقى عندي complete visibility للباليتال سيرفيس واشتغل زي ما اتفقنا اوكي. لو ان دايركت يبقى انا هقوم العيان شويه، مش هنخليه قاعد برده كده يعني، سلايد كده شويه لفوق وهبتدي بالميرور بتاعتي اعمل ريفلكشن عشان اشوف الباليتال سيرفيس واشتغله ان دايركت من ورا العيان اوكي. لو انا هشتغل دايركت هشتغل برده من نفس البوزيشن اللي قدام العيان، لو انا هشتغل اندايركت هشتغله من ورا البيشنت، اخركم لحد 12 o'clock محدش يعدي الناحيه الثانيه اوكي. تمام كده؟ في حد عنده اي مشكله في اللي اتقال؟ طيب فاضل نقطه واحده بس، المفروض ان الكريت شكوا بقى بصوا يا جماعه احنا كده المفروض ان احنا عرفنا ازاي بنعمل سوبر جينجيفال سكيلينج اوكي. فاضل عندنا ايه؟ سب جينجيفال والكلينينج والكيوريتاج صح. طيب احنا البليد بتاعتنا لا هو ده 11 12 ولا ده 7 8 7 8 يعني مش بتاع انتيرير خالص، بس ما علينا. المفروض ان احنا الانتيريورز بتوعنا اللي هم ايه 1 2 3 4 وممكن استعمل ال 5 6 5 6 اللي هو بريمولر انتيرير اوكي. طيب احنا من شويه قلنا ان انا المفروض الانسرشن بتاع الانسترومنت بتاعي يبقى ايه 0 degrees على السيرفيس اوف ذا توث صح. يبقى انا لو انا جيت اعمل انسرشن للانسترومنت بتاعي في سنه صغيره كده مظبوط، بس كده هبتدي ادخل البليد بتاعتي كده حضن التوث. انا اسف اوكي، يعني مش هدخلها قوي هنا كده، بس انتوا شايفين السيرفيس بتاعي ده بتاع الانسترومنت المفروض يبقى كومبليتلي على التوث خلاص. وبعدين هبتدي انزل بيها لحد الدبث اوف ذا بوكيت، وبعدين ابتدي اعدل ايدي عشان اجيب الانجيليشن بتاعتي اوكي.
حد فاهم حاجه ندخلها ثاني يا دكتور؟ بصوا يا جماعه يعني انا دلوقتي السيرفيس بتاع الانسترومنت بتاعتي اهو اوكي ده هيبقى لاين كومبليتلي على التوث تمام بعدين هنزل بيه لحد اللابس اوف ذا بوكيت بعد كده ابتدي اعدل ايدي عشان اجيب الانجليشن بتاعتي خلاص وبعدين اخد بقى ايه البول ستروك بتاعتي زي ما قلت تمام عشان اعمل ايه سبجنتيفال سكيل ماشي انا بس مش عايزه ادخل الانسترومنت هنا قوي بصوا انا المفروض بدخل بيها كده لحد الدبث اوف ذا بوكيت وبعدين ابتدي اعدل ايدي ماشي طيب في نقطه مهمه قوي بالنسبه للسكيلينج سواء صفر او صف انا المفروض ان انا الشنك بتاعتي تبقى بارلل للونج اكسس اوف ذا توث اوكي مهمه جدا ماشي وقلنا الايديال انجيوليشن بتاعي فور كالكولس ريموفال قد ايه احنا بنلعب من 45 ل 90 بس الايديال من 60 ل 80 ماشي بس احنا معانا من اول 45 لحد 90 خلاص طيب المفروض ان انا احنا عارفين ان الجريسي الانجل بتاعته اوفست انجل ماشي طيب ال ولي وان كاتنج ايدج المفروض لو انا هعمل سبجنتيفال سكيلينج هنعمل ايه الكاتنج ايدج بتاعتي هتبقى towards التوث خلاص هعمل بيها سكيلينج وهعمل بيها سموثنج للسيرفيس بتاع الروت طب انا خلصت دول اروح اعكس الانسترومنت بتاعتي عشان الكاتنج ايدج تبقى الناحيه الثانيه وابتدي ادخل الانسترومنت بتاعتي بحيث ان الكاتنج ايدج تبقى ناحيه الجنجبا مش التوث يبقى النون كاتنج ايدج هي اللي ناحيه التوث خلاص وابتدي اعمل بيها ايه كيوريت ايدج بشيل